انا زهير الحلو مطرب مغربي تنغني تقريبا جميع الانماط وجميع الالوان واختصاص ديالي الاعراس والحفلات. الحمد لله حنا في هذا ليفينمون اليوم ديال هاد لا سوسيتي اس بي اس بالخديم كنحتفلوا ب 20 سنه من العطاء ديالها ومع معنا نخبه من الفنانين والمطربين ومعكم انتما طبعا. شكرا لكم على الحضور ديالكم اشواق على يعطيكم الصحه. فانا كنزول الميدان ديال الاشهار ولي بيبليسيتي اللي كيدوزوا في لا تيلي وفي لا راديو. وانا كنغني بزاف ديال دي جيغل بيبليسيتير اللي كيدوزوا في التلفازه وديال يعني شركات معروفه وكبيره والناس كتعرفني تقدر بصوتي وما تعرفش وجهي. فانا كنخدم في الخفاء شويه كوموندي باش يعرفوني الناس. ممكن اها والعظمه ويلي ويلي والعظمه مثلا وبحال يا جايه تصفر وتخضر ايا ولي. كاين بزاف ديال المقاطع يعني شعبيه وركبنا عليها كلمات على 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 شركات كبيره ودرنا لهم اعمال اشهاريه. قلبي هنا تنزاولها تقريبا انا من دور ريعان ديال الشباب ديالي من 92 93 كنزاول هذه المهنه يعني بلقيت راسي فيها. انا يعني كنت متبع الدراسه ديالي ومن بعد يعني درست الموسيقى وشويه تفرغت لها فلقيت راسي فنان بالفطره الحمد لله. والحمد لله وكان يعني ناس كت يعني عندي ناس يعرفوني ومحبين ديال الحمد لله. ممكن كاين بزاف الفنانه ماشي غير انا كاين بزاف الفنانه اللي هما ما عليهمش اضواء وتيبقاو كيشتغلوا في الخفاء يعني تيعرفوهم غير الناس في الحفلات وفي المناسبات الشخصيه يعني الحفلات الخاصه. بالنسبة للإعلام والحضور ديالي في الإعلام فهو جد يعني خافت. علاش؟ لأن أنا يعني كنشتغل بليطو في الخفاء وما كيكونش ما كيجيونيش استدعاءات يعني من منابر إعلامية باش ندوز يعني في التلفازة أو في المواقع. أنا تنشكركم بزاف على الحضور ديالكم أشواقا. كنشكرك أختي مريم وكنشكر من الطاقم ديالك وأنا جد سعيد أنني دوزت معكم هذا الوقت ونتمنى إن شاء الله نشوفكم في حفلات أخرى وفي مناسبات أخرى. شكرا. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.